يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، ولو عجبكم متنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ده شكله طعمه جميل بجد ومقرمش. سمعيني التقرمشة، ما خدش 5 دقايق في الفرن. اعملوا بقى لايكات لماما، والسلام ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم؟ عاشتوني كتير كتير. اللي اول مرة يشوف القناة ياريت يعمل لايك واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس ويعمل شير للفيديو. خطولكوا لفة كده في القناة يمكن القناة تعجبكم. النهاردة ان شاء الله ماما كنت انا عندها فهتعمل كلاش، لانه على كلاش استوى اهو. طبعا المغرب هتأذن سبحان الله. وده لوز وعين جمل وسكر وجب سمنه لسه مقفوله، الوقت هنفتحها ان شاء الله. اول حاجه هنعملها ان شاء الله هي صوابع الجلاش. ان شاء الله هنعمل، هنحط عين الجمل، هنحط عين الجمل على السكر. شوفوا منظره سبحان الله، شبه الكلية سبحان الله. وهنحط عليه برضو ده ونقوم ملخبطينه كله على بعض ونقوم طحنينه في الخلاط. بسم الله. هنطحن العين الجمل والرز؟ ولو فول سوداني معاه بيبقى 100 100. بسم الله. في الطحن وفي لسه منه. لو فول سوداني معايا يا جماعة بيبقى حلو قوي. واسرق وانتوا واقفين تصوروا اسرقوا. لا مش سرقة عادي، عشان يفتحلو. السرقة حلال حلال حلال. السرقة ما بكون من بيتنا احنا هنا. مش من حتة تانية. هنكمل باقي الكمية ونرجع له تاني ان شاء الله، نشوف هنعمل ايه مع بعض. ماما اللي ما عملش حلو بترجع تحطه تاني. بطحنه تاني. ماما عملتهم اهو، مثبت شويه كسرتهم عليهم كده اهو، لان اللي طحنه ما بانش. السمنة سيحناها، دي سمنة سيحناها اهو، نحط عليها معلقتين. بسم الله. ايه رأيكم اليوتيوبر يقعد يعمل؟ ما شاء الله. وهنا هنقوم دهنينها سمنة
لذيذة. لغة عربية فصحى. خدوا بالكم اللي بينشف بسرعة، فخدوا بالكم بسرعة. وامكم تعمل وانتوا تقعدوا تشربوا شاي. بسم الله. نسينا نجيب السكينة. ماما ما تعمليها في الصينية كده وتقطعي حتة، ولا انت تعمليها ايه؟ ممكن. ممكن لا يا صوابع. ما شاء الله. بسم الله. شوفوا كم رقة. واحدة بس، واحدة. ما احنا هنعملها ما تقلقيش عشان يبقى في المستقبل. بندهنها سمنة. ودي مدهونة سمنة. احنا بنعمل الوصفة دي للي بيعمل رجيم يا كأمه، يعني سكر ومكسرات وكلاش وسمنة. ما تصدقوهاش اللي بيعمل. شايفين على الرصة دي؟ الله. الوصفة دي للي بيعمل رجيم. حطوا لايك. شوفوا اللفة زي صباع المحش. اوحش حاجة في الموضوع ان امي خايفة على الجلاش وقافلة المروحة. لا هينشف. خدوا بالكم يا جماعه من الشغلانه دي، ما يتعرضش للهواء، لان شوفوا انلف الباقي. المروحه مقفوله. انلف الباقي. فالجلاش بقى لو نشف بتقطع وبيدوخكم بقى ومش بينفع. فخدوا بالكم. ممكن على فكره يا جماعه من غير لوز وعين جمل ومكسرات، يعني ممكن تتعمل بمهلبيه، وممكن كمان تتعمل بلحمة مفرومة برضه معصجة. وممكن تتعمل بسكر وفول سوداني وجوز. بس بما ان احنا النهاردة الحمد لله يعني متوفر الحاجات دي، فالحمد لله يعني انا بحب اللي بالجوز والحاجات دي والمكسرات يعني اكتر من المهلبية. واللي بمهلبية برضه والله بيبقى حلو مش وحش. هنلف بقى الكمية كلها وأقعد أشرب الشاي براحتي. شوفوا طبر لهم دي والسمنة. من هنا اهو بتتناه كده ومن هنا بتتناه كده عشان الحاجة اللي فيها ايه ما تتكبش وانتوا ايه بتحمروها في الفرن. Thank you.
اصفهم ويكون الاذان خلص ونرجع لكم. خلصتها اهي وعملت وشها سمنه، وكانت الورقه برضو بتحط فيها سمنه إيه، وندخلها الفرن. خليكم واقفين جنبها عشان مش هتاخد وقت خالص خالص. خليكم واقفين في جنب الفرن كده على ما تاخد لون، و بسرعه بسرعه يعني. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن اهو. شوفوا بقى ماما هتعمل ايه. ده ايه بقى ماما؟ عسل كلوكوز، او ممكن بدل عسل الكلوكوز نستعمل شربات عادي بس شربات تقيل. ده عسل كلوكوز بس انا مخفضاه بشويه ميه. بسم الله. طريقه سهله وبسيطه ما خدتش في ايدنا 5 دقايق. حطيتها تحت الشوايه يا جماعه، وبعدين حمرت الوش ده، وبعدين قمت لسه سخنه كان نفسي قلبه، كان تحت الشوايه فشيلته، وبعدين قلبته عشان الوش التاني يتحمر. ما خدش 5 دقايق. هنغرفه بقى. بسم الله. شغلت المرة يا حر هموت. ان شاء الله اللي يكرهك يا نسو. لا ما استحملتش والله، ربنا يا رب يعافينا في النار جهنم. اتفضلوا معانا يا جماعة. ما خدتش في ايدنا 5 دقايق، وعلى فكره ده نص كميه الجلاش. احنا عندنا نص الباقي على فكره. عين جمل ولوز. بيزوقها.